هي الحين قاموا يستخدمون اسلحه جديده واقوى من الملتوف، مسمار ونوع الجلده. ايه هاي المسمار يكون طويل، ايه يكون منحوت يعني، وبعدين جوده كذي وتفلتن. ايه في عندك اصابات موجوده في قبل من قبل الشغب واجد في الرقبه في الايد في الهاي، بس احنا ينفع اعلامنا علشان يقول لك احنا ثابتين على السلمية علشان الوفاق ما هي راضية. في عندنا بعد نوع الهذا بس ما لحم ما استخدم، يجيك نوع الصيخ صيخ حديد طويل يكون له اداة معينة تدفعه. ايوه هي موجودة في الانترنت للحين يعلنوا عنها، بس اعتقد يستخدمونها في 12 فبراير 13 فبراير. الو ترى ما في شغب موجودين ها؟ انزين يلا لا عون انا ما واقف على زاوية معينة، روح للدوار لا سكره ودا. انزين اسمع ولد عمي انا بقول لك شي واحد، انا ام بأصور من زاوية المتظاهرين، ام بأراويهم من الناس معاناتهم، ما ام بأصور من زاوية الشغب وبين كيف الشغب يعانون. هكذا تتم تهيئة الاجواء للقيام بعملية اغلاق الشوارع لتوثقها عدسات الصحفيين، فهي اشبه ما تكون باحتجاجات وقت الطلب. احنا نرسل حق زينب الخواجه وحق نبيل رجب وهم ينسقون حق القنوات، حق قناه العالم، حق العالم كوم اللي يراونهم الشعب شلون مضطهد من قبل الحكومه.